ممكن يا ماسي استعمل في الناس يا عاصي مجرم انت يا ارجنتيني مش ممكن ماسي اليكم هذا الهدف شوف هنا الكروس شوف هنا كيف خرج هالبا بيبي وينك يا بيبي في ماء بالريح وينك رايح يا بيبي وهذا الدقيقة الأولى وكلاسيكو والبارسا بعيدة بنقطة في عين هنا هجمال سيكلمني رونالدو مش ممكن رونالدو جولاسو ديال مدريد هدف التعادل رونالدو يكلمني ويقول لي أنت تنتقد زميلي في النادي وفي المنتخب مش ممكن يا رونالدو ألست الملك ألست ابن الملوك ألست من الملوك أنا الصاروخ ماديرا كبير فونشال مجنون الريال كلمهم يا رونالدو علمهم يا كريستيانو لماذا أنتم له حاقدون لماذا أنتم له كارهون أنا الصاروخ ماديرا كريستيانو يسجل بالراس يستعرض يتفنن باليمنى باليسرى مش ممكن رونالدو جولاسو جولاسو دي رونالدو هنا الضربة من زلطان زلطان يضرب يا رب هذا ما لا طاقة لي به يا زلطان الله هذا لا يحدث في كل جولة هذا لا يحدث في كل يوم هذا لا يحدث في كل موسم هذا يحدث مع السلطان هذا يحدث مع زلطان الله على هدف باكورد الله على هدف باكورد يمشي هنا وعكس الهجوم نوريا اوه يصفر الحكم مخالفة لإنتر ماريو يستعد للتنفيذ ليس هنالك 9 أمتار و 15 سنتيمتر القانونية ماريو بالوتيلي ويستعد يصاب جول اول جول جول ماريو 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 كرة قادمة من العاصمة الغنية أكرا شيء كبير يا عمري ماريو بالوتيلي يسجل الهدف الثاني ويقدم به أحلى التهاني وهدف هدف ولا في الأحلام روعة روعة ومن هناك عكس الهجوم إلى رحيم ستيرلينج ستيرلينج يمر إلى ستوريج ستوريج والويزا سجل في مرمى يا إله مرة أخرى أصدقائي المشاهدين أينما كنتم متواجدين أحييكم في هذه الأمسية الكروية اليوم المباراة بين المنتخب الروسي والمنتخب الجزائري 3 دقائق نلعبها الألوان ينطلق من هناك حذري على الجهة اليسرى يا عيسى يا مندي الهدف الأول قلت لك حذري يا عيسى يا مندي ألكسندر كوكورين يفتتح مجال التهديف قلت لك حذر يا عيسى يا بالكلام اين انت ذايب يا بالكلام كوكورين خلفك يا بالكلام كوكورين خلفك يا بالكلام وامامك يا مجاني واو 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 خطا فادي حذرتك يا عيسى يا ماندي وحذرتك يا بالكلام اين من هناك والانطلاقه اين رياض محرز والمخالفه يصفرها الحكم واو مخالفه يصفرها الحكم في التنفيذ ابراهيمي اين ابراهيمي جول 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 واو ايوه هدف جول 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 يا اسلام الله اكبر الله اكبر يا اسلام صارت النتيجة 1-1 يلا الاولاد هذا هو الهدف اللي يعطيكم القوة هذا هو الهدف اللي يعطيكم الارادة الله اكبر بيوني يا الحكم يصفر الجزائر الى الدور الثاني واو 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 الجزائر الى الدور الثاني وايوه هدف ايوه هدف يا اسلام يا سليماني في وقت كنا نتحدث عن عملة نادرة سليماني كلم الجميع بضربة الراس اي ضربة للراس اي ضربة للراس يا سليماني هنا اتذكر الجزائر جزائر اسعد جزائر بلومي جزائر مغارية جزائر مدناد هنا سليماني يفرح الجميع والمرور الى الدورة الثانية للمنتخب الجزائري لملاء والطموحات هنا لمبادرة اللحظة احييكم مرة اخرى اصدقائي المشاهدين هنا بملعب مونبولييه امام نادي لانس هنا الانطلاقة بالهندوس
هولندا يسجل هدف الأول لمبولي. أصبح هدف مارادوني. يا ميسي الكل نسى مارادونا ويتذكر ميسي. هنا خطيرة مرة أخرى ممكن قال أها أها الله حلوة 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 عدي ياها تيري أري. نصرة الواحدة مقدمة لكم من البين سبور والبداية بأبرز العناوين. ريال مدريد يستاهل حملة الدفاع اللقبي بالفوز على شالكي بثنائية. برشلونة أو بورتو عفوا يمطر ويكرم مضيفه بازل برباعية. الرجاء يتمسك وينفذ آخر الرتوشات للفوز بلقاء النصف النهائي أمام تيبي مازامبي. وإليكم التقرير التالي زميلي الأخضر نوالي هنا بالمغرب. الرجوية أو رجاء البيضاوي، ما يقال عن الرجاء وعن مدربه البوسني سيكون ذلك في الميدان مع لمسات محسن متولي وحسن الياجور. لقاء الذي قيل عنه الكثير وسوف سيمتد، البعض يقول سيمتد إلى 120 دقيقة. فريق الرجوية من أجل التاج الثاني على التوالي. الأخضر نوالي من المغرب الرباط. قول 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 اخيرا سجلنا اخيرا سجلنا اخيرا فزنا اخيرا سجلنا. الله على الجزائر، الله على الجزائر، جزائر مصطفى بن بولعيد، الله علي لابوانت، الله على العربي بن ميدي، الله على زهانة. جاكار اشهد يا السماء واكتب ان يا وجود الجزائر يفوز على بوركينا فاسو. نعم شكرا لنا مباشرة من ملعب مونغومو زميلي كريم على دبل الاستماع. كريم مرة أخرى على دبل الاستماع. نعم شكرا زميلي محمد جمال. الآن أنا هنا بملعب مونغومو، يتواجد العديد من الأنصار المنتخب الوطني الجزائري. أكد وصرح الناخب الوطني واحد علي لوزيتش على خلفية المباراة، أكد واجتمع بالطاقم باللاعبين والطاقم الفني، أكد على ضرورة الفوز الذي سيصبح شهية الجميع. فوز ملعب مركب 13 فبراير مولودية سعيدة. هنا نلاحظ حمزاوي عكاشة قاعد بحالي تعد عباس خريج مدرسة تحدي مشرية. هيلو